ديكودرز. المفروض ان انا اخد ديكودرز وانكودرز، بس انا هطول شويه في الديكودرز عن المنهج اللي كان بتاخده قبل كده، يعني هدخل في تفاصيل مختلفه شويه، ف هاخد اليوم كله في الديكودرز. يعني حاجه ولا كله في الورق؟ كله في الورق، واظن الورق بقى خطه اعرف. ايه الديكودرز؟ يعني بنسمع عن المصطلح بتاع ديكودرز، فممكن تسال حد مش متخصص ايه هو الديكودر، فهيقول لك ده الريسيفر بتاع البيت. طب هل كلامه ده صح ولا غلط؟ هو كلامه صح، هو الريسيفر فعلا ديكودر. الديكودر ده ما هو الا اداه ان انا بعمل تحليل لشفرات موجوده، بعمل فك تشفير، ده الديكودر. اما الانكودر عمليه التشفير نفسها. طب ايه عمليه التشفير او فك التشفير؟ عمليه التشفير هي انك انت بتلم سيجنالز مختلفه في اقل عدد من البتات، والعكس في عمليه فك التشفير بيجي لك 2 3 بت كده، او يعني عدد قليل من البتات، تقوم فككها لسيجنالز كتيره. فالديكودر عندك او الريسيفر بتاع البيت المفروض ان هو بياخد الالكتريك سيجنال اللي هي اصلا اتحولت عن طريق الطبق من الكتروماجنتيك ويفز لالكتريك سيجنالز، ياخدها يفكها للموجات اللي كانت موجوده اصلا، فيديو واوديو وداتا، فيرجع يعمل عمليه فك للشفر دي كومبريس زي ما بيقولوا. طيب الديكودرز ده يبقى مفهوم ان عدد الانبوتس بتاعته هتكون قليله وعدد الاوتبوتس كتير. طب هو كان المفروض ادرس الانكودر قبل الديكودر؟ لا مش لازم، والاهم عندي ان ادرس الديكودر مش الانكودر. الانكودر هيخص الشركات اللي بتصمم الديفايسز نفسها اللي هي هتشفر الفيديو او الاوديو او الداتا. انما الديكودر انت معظم الناس بتستخدم، فمعظم الناس بتستخدم الديفايس دي، فالتركيز اكتر على الديكودر. فانا يهمني اكتر ادرس الديكودر ان انا افك تشفير الحاجه اللي هي. اما الانكودرز فده عدد قليل اللي هيشتغلوا فيه، عشان كده كل المراجع تهتم ان هي تبدا الاول بالديكودر وبعد كده تتكلم عن الانكودر، قليل اللي بيعكس يعني. طيب الديكودرز هيبقى عدد الانبوتس بتاعي قليل وعدد الاوتبوتس كبير. اتفق على ان عدد الانبوتس لو ان فعدد الاوتبوتس بتاعتي هتبقى 2 اس ان. هل ده في كل الانواع؟ لا مش في كل الانواع، بس ده الغالب. يعني هيبقى بلوك كده اي زيها طبعا، داخل لها مثلا 2 انبوت وليكن اكس نوت واكس واحد او اي وبي، متوقع هيخرج كام؟ 2 اس 2 يعني 4، واي نوت واي واحد واي 2 واي 3. فنقول على الديكودر ده 2 في 4 لاين ديكودر او ديكودر 4. 2 ده عدد الانبوتس و4 ده الاوتبوتس، دايما هتتقال كده 2 في 4 3 في 8 4 في 16. لكن في حالات شاذة، يعني في ديكودر ما بستخدمش كل 16 اوتبوتس، يهمني بس اخد من 0 ل 9 عشان احول من باينري كود لديسيمال مثلا، او اشتغل لسيفن سيجنال من A ل F او ل G مثلا، فمش هاخد كل ال 16. فمبدئيا الاثنين بت ديكودر او الاثنين في 4 ديكودر بيشتغل ازاي من جوه؟ فكرته ببساطه يبدا بالتروث تيبل بتاعه، ادي الاكس نوت وادي الاكس واي، وغالبا اول بت بيتكتب على اليمين وبعد كده ثاني بت على الشمال اللي هي 0 1 0 1 0 0 1 1 العادي. الخارج بتاعي مش هيفرق بقى احط الواي نوت يمين او شمال، ما بتفرقش معايا. ممكن تلاقي مراجع بتاعتها واي نوت واي واحد واي اثنين واي ثلاثه. انا بحب امشي العكس، ما بتفرقش دي حاجه، دي اللي بتفرق معايا لو بديت دور.
ايه اللي بيحصل؟ انا عندي نوعين من الديكودرز عموما، حاجه اسمها اكتيف لو واكتيف هاي. الاكتيف هاي اللي هو الخارج بتاعي بيكون واحد لما ادخل 00 عند واي مود والباقي اصفار، بيكون واحد لما دخل تاني ديت، بيكون واحد لما دخل تاني، بيكون واحد لما دخل رابع. يعني في خارج واحد فقط بيبقى اكتف في كل مره، في انبوت في خارج واحد بس اللي بيبقى اكتف والباقي لو كل مره كده، ده اسمه اكتف هاي. الاكتف لو ديكودر العكس، بيبقى كله هاي ما عدا الواي نود هي اللي لو، كل دول هاي ما عدا واي 1 هي اللي لو، كله وحيد ودي بس بصفر، كله وحيد ودي صفر. برضه هتلاقي القطر مميز، يعني هنا القطر كله وحيد، هناك القطر كله زيرو واحد، ده الاكتف لو. وده بيظهر في نوع معين اللي هو التحويل من بي سي دي لديسيمال، بتلاقي منتشر قوي. الاثنين زي بعض، هي الفرق كلها في الديزاين اللي جوه، ان ده معمول اندات والتاني ناند بس، يعني في نوت في الاخر مفيش اكتر من كده. طب ده الشكل العام، ادي الانبوتس ياخد الشكل العالي التوزيع بتاعتي، الاوتبوت واحد بس اللي دايما اكتف معايا. طيب اللوجيك دايجرام بقى، عشان لو انت عايز تنفذ الكلام ده ديسكريت كده، يعني خطوه بخطوه عن طريق اندات، تعملها ازاي غير الاي سي؟ يبقى انا عندي اثنين انبوت اللي هما اكس 1 واكس لو، ومنتظر انه هيطلع اربعه اوت. بينهم ايه؟ نروح نشوف بقى المعادلات. انا مش هعمل كاردون ما بحبهاش، فبروح رايح عند واي نوت. واي نوت مش اكتف غير مره واحده بس، عند مين؟ يطلع كده اكس نوت بزيرو اكس واحد بزيرو، يعني اقدر اكتب معادلتها اكس نوت داش اكس واحد داش بار يعني. طيب الواي واحد اكتف بس عند اكس نوت اكس واحد داش، ده كده الواي نوت، ده كده الواي واحد. الواي اتنين اكتف لما اكس نوت داش اكس واحد، واخر واي اكتف عند اكس نوت اكس واحد. كده انا حولتها كلها صوره اندات، ودخل بقى مثلا اكس نوت اكس واحد هتدي واي 3، يبقى ادي الاكس نوت، يبقى في اند هنا، وكل مره في اند بكتب بيها اكس نوت اكس واحد هتبقى بالشكل ده. ماشي ماشي، لا واي 3 انا بادئ من تحت. واي 2 هتبقى اكس واحد اكس نوت داش اكس واحد، اهي في واي 2 اقدر اخد وصله من هنا، واكس نوت داش خد لها نوت، الواي واحد اكس واحد داش اكس نوت، ادي اكس واحد داش اكس نوت. بقى ممكن تاخد زي ما انت عايز، يعني حسب بقى ما تحب تنزلها ازاي، اي وصله من اكس نوت. واخر حاجه اكس نوت داش اكس واحد داش، ادي اكس نوت داش، ادي اكس واحد. كده ده الشكل من جوه اللي بيحقق لي الترو ستيبل ده بالظبط. ده الايه الاثنين في بعض انكودر. ده كده اكتف هاي. طب لو انت عايز تشتغل باي سات، تشتغل باكتف لو، يعني لو قابلتك، كل اللي هيحصل انك هتلاقي في الاخر دي ناند مش اند، والترو ستيبل اتعكس بقى، ده صفر والباقي وحايد، كل وحايد والواحد دي بقت صفر، كل ما وحايد والواحد تبقى صفر، وترو مغير نفس الشكل الخارج هو هو، بس في الاخر فيه ناند مش اند. نفس الرسمه بالظبط هي هي،
بس هتحط الدوائر في اخر كل ادج. ده لو اكتف له. خلينا باي ديفولت كده احنا شغالين على اكتف فاضل. نيجي بقى الحاجة اول. هو كده ازاي اصلا ازاي كده هيطلع على الاند ده الاوتبوت واحد؟ ما ده طبيعي لما هو بالمعادله بتاعتك دخل الاكس روت بزيرو والاكس واحد بزيرو. ماشي ما زيرو زيرو على الاند هيطلع بزيرو. تمام. بس هو انا مدخل انا مدخل فين؟ هي كلهم هيبقوا زيرو ما عدا كلهم هيبقوا زيرو ما عدا واي 3 بس هي اللي شغاله. واي 3 بس هي اللي هتبقى شغاله. انا لما ادخل زيرو زيرو ايه اللي هيحصل؟ واي 1 بس اللي هتبقى واي 1 بس هي اللي فيها اوت والباقي اصفار. والباقي اصفار هو ده اللي بيحصل. لما ادخل زيرو زيرو كل الوايات خدتها صفر ما عدا واي نوت. واي نوت ازاي هيبقى عشان انا كنت عليها نوت. واي نوت ايه؟ واخده من ايه؟ من الاكس بار. واخده من الاكس نوت بار. من النفي. فالزيروهات دي اتحولت لوحدها. فالاند الاخيره ايه اللي هتطلع فيها واي والباقي هيطلع له؟ بس. فانت لما تدخل بالسويتشات بتاعتك صفر وصفر وحاطط انت الليدات هنا هتلاقي ليده واحده بس منوره والباقي طفي. يبقى كده واي واحد واي اثنين هيطلعوا على كل صفر. ايوه كل الوقت الباقي صفر وواي نوت بس هي اللي غلط. لا مش في كل الحالات طبق ما في نوتات كل واحده داخله عليها نوت. ماشي انا مش واخد السيف دايركت. لكن دي كودر انا دخل الاكس والاكس نوت الاكس واحد وبيطلع لي يفكها يفك الشفره لعيب الشفرات. بالظبط اللي هو زي ما بنقول كده الاشاره الكهربائيه دي حولها لك لفيديو صوت يفكها كل حاجه اصلا بالطريقه دي كده الاشاره دي يا اما 3 0 1 يا اما 3 1 و 0 لو هم 1 0 1 0 يعني الكودر نفسه تاني كده هو كده يطلع لي 3 0 1 1 ده في الاكتيفايس يا اما 3 1 و 0 بالظبط. هو بقى بيختلف مثلا 4 بت مثلا. هندخل دلوقتي على 3 في 8 و 4 في 16 هناخدهم الانبوت 3 والخارج يطلع 8 او الانبوت 4 ويطلع الخارج 16 نشوف الشكل اللي عامل ازاي. طيب بيبقى في حاجه اضافيه بقى في الايسيهات اللي احنا بنروح نجيبها اللي مثلا 2 في 4 هو الايسيهات بتاعته وهي مش متداوله قوي يعني محدش بيستغل بيها كتير اللي هي 74 42 دي الايسيهات بتاعتها. لا عايز 47 انا عايز 47 47 بتاع 7 سيجنال دي اللي انا عايزها لكن دي بتاعت الاثنين دي ديكودر دي اللي هي 2 في 4 دي مش متداوله قوي يعني مش ما لهاش استخدام معظم اللي بيستخدموه 3 في 8 ولا 4 في 16 عشان بتشغل بقى حاجات ثانيه كتير. 2 في 4 دي مش هستفيد منها قوي لكن ليها فايده ثانيه هنتكلم عنها دلوقتي. لما تروح تشوف الايسيهايه هتلاقي في طرف زياده موجود في الايسيهايه في الانبوتس ادي الطرف بتاع الاكس نوت والاكس 1 او الاو بي وتلاقي دايما في طرف كمان اسمه انيبل ممكن يكون متوصل على النوت ممكن يكون انيبل ده داخل دايركت مش هنفرق مش مشكله نفرق فيه بس هو ايه لازمته؟ الطرف ده مهم جدا ده اللي بيتحكم في ايادان وطفي الايسيهايه يعني امتى يبقى في خارج هيطلع وانت مفيش خارج خالص هيطلع يعني الاربع ليدات ما بيدوش اساسا لو دخلت زيرو على الانيبل فانت طافي الايسيهايه اصلا مش هتشتغل مش هيطلع خارج حتى ايا كان الانبوتس اللي داخل لو حاطط واحد هيطلع اوت والعكس لو في نوت هنا الزيرو يبقى اكتف الايسيهايه الواحد يبقى طافي الايسيهايه يعني السويتش بتاع الايسيهايه ده السويتش الايسيهايه ده مهم جدا في ايه بقى؟ ده موجود ايه هرميته هنا يعني ايه اللي هيفرق معايا في التروس ليبل هنا؟ هو طبعا مش هيفرق غير ان هيزيد سطر اللي هو ان الانيبل ده لو بصفر فالاوتبوت كله بصفار لو بهاي فالاوتبوت هياخد نفس الاشكال دي ملوش تاثير على شكل الاوتبوت خلاص لكن اهميته في حاجه بقى في ربط اكتر من اي سي مع بعض لما اربط اثنين ديكودر مع بعض عن طريق انيبل الربط بيبقى عن طريق انيبل مش باخد بقى خارج ادخل على الانبوت الثاني زي ما كنا بنعمل المره اللي فاتت لا الانيبلز هي بتتوصل لبعض والخارج بيبقى مستقل بمعنى انك انت ممكن تعمل 3 في 8 ديكودر عن طريق 2 2 في 4 بدل ما تجيب اي سي واحده 3 في 8 تجيب 2 2 في 4 وتوصل الانيبلز بتاعهم ببعض
فهتبقى شغل اول 4 بت الاول لوحدهم لما يكون مثلا الاولاني هاي الثاني هيبقى لو في نفس الوقت. بعد كده الثاني هيبقى هاي الاولاني هيبقى لو تشغل 4 بت التانيين يبقى معاك 8 خارج كده 8 سطور اللي هي 8 اوتبوت وانت دخل الانبوتس يعتبر 3 3 مين اكس نوت واكس واحد والانيبل هو يعتبر الانبوت الثاني بتاعك. فالانيبل هيبقى اهميته انك انت تعمل حاجه زي كده. اهميته في حاجه ثانيه مهمه برضه انك تربط ما بين الفول ادر والديكودر. ان انا اعمل فول ادر بطريقه ديكودر. شوف بقى الكلام الغريب اللي احنا عمالين نقوله ده. ده مبدئيا الاثنين في 4. تعال نشوف بقى احنا قلنا الانيبل اصلا ان هو لو دخل بس هنا افترضنا ساعتها كده الانيبل ده دخل على طول مفيش نوت ولا حاجه. فلو الانيبل ده بزيرو ايا كانت قيمه اكس نوت واكس واحد فالاوت بتاعه زيرو. اما لو بقى بهاي نرجع بقى نشوف العلاقه هنا شكلها عامله ازاي. يبقى لازم في كل المرات دي يبقى هاي. يخرج الخارج الطبيعي بتاعه. يخرج بقى الخارج العادي جدا. لو انت بتشتغل لوجيك ديجرام هيزيد معاك في الاند طرف ثالث اللي هو طرف الانيبل. لان هنا طبعا دي حاجه سبيشال كيس مفيش خارج خالص. لكن هنا عشان يخرج واي نوت ما بقاش مجرد اكس نوت داش في اكس واحد داش. ده لازم كمان في الاي لازم الاي يكون اكتف. هتلاقي في طرف اي دخلت معاك. الواي واحد نفس القصه. برضه قعدت عليا بس هنا اي. بالظبط طرف ثالث بس الاي اللي دخل معاك. هيبقى اكس نوت اكس واحد داش اي. وهكذا. فتلاقي في الاطراف الانبوت بتاعتك في طرف اي جاي زياده. في كل انداية هتلاقي في اي جاي زياده. لا خلاص شكرا. مش هتطول. فانا استخدم بقى الانيبل. طبيعي زفري بره عني ما اي حد لابس. انا المره اللي فاتت المفروض من 9 وربع ما دخلش حد. ما تكتبش مرة واحدة تركي يعني، تركي مرة واحدة تركي هي ده أنا مش هقدر أشوف كل واحد كان ليه ريسبشن ولا لا. معلش. أنا عايز أعمل ثلاثة. لا اسمع تقول على واحدة أنا عايز أعمل 3×8 ديكودر عن طريق 2×4 ديكودر. الأول شوف 3×8 ده شغال إزاي. وبعد كده أتكلم على الـ 2×4. الـ 3×8 ديكودر. اللي هو المفروض 3×2 أس 3. ده بيتعمل ازاي؟ خلينا الاول ننسى موضوع الانيبل ده. خلينا نتكلم على ان الانبوت بتاعتي اكس نوت واكس واحد واكس اثنين. زي ما اتكلمنا على الاثنين بت العادي في الاول قبل ما نتكلم على الانيبل. بعد كده هيبقى عندي كام بقى واي؟ 8 واي 7 واي 6 لازم يبقى عندك صحه شويه في المسائل اللي زي دي. نيجي بقى نوزع والاكسات 0 1 0. لا خليك مش الاي كل اللي بتعمله ايه؟ يا اما تطلع صفر كله يا اما تاكتف الباقيين. فخلاص احنا عارفين وظيفتنا. فندخل على الحاجات نفسها. 2 4 6 8 المفروض يبقى في 8 سطور في الخانه. 0 0 و4 اصفار و4 1. في الانبوتس في الانبوتس صفر معايا في اطراف الهاي واللو هدخلهم فين؟ الخارج ما بيفرقش معايا في رسمه الاوتبوت رسمه ما بتفرقش معايا لكن هي الانبوتس هي الايه؟ في الانبوتس ايه؟ ان انت لو دخلت على طرف غلط غير الطرف اللي هو المفروض يبقى اكس نوت اللي هو مثلا هيبقى بالنسبه للايسيا مكتوب ده ايه مثلا؟ A و B و C. فانت لو حطيت الـ A مكان الـ C
هتتوقع ان المفروض يخرج واي نوت يقوم منور لك الليد ده واي 7 مثلا، هيحصل عكس يعني واحد هيطلع عكس بدل ما الواي نوت اللي بتنور تلاقي الواي 7 اللي بتنور. لما احنا نشتغل نعكس فانت هي بس الفكره عشان وانت بس تتوقع الخارج يبقى توقعك صح بس مش اكتر يعني، لكن مش هتبوظ حاجه في التروس تيبل يعني. طيب طبيعي الشكل ده اول ليد هي اللي بتنور والباقي اصفار، بعد كده تاني واحده وهكذا والباقي اصفار بقى مش عارف كل ده انت تكتبه في البتاع انا هزهق قال. طبعا بنفس القصه لو انت حبيت تعملها لوجيك ديجرام سهل لان هما 3 انبوتس مش ارقام كبيره. الواي نوت هي برضو اندات اكس نوت داش اكس 1 داش اكس 2 داش ده كده مثلا واي نوت بالمس الباقي هتلاقي معاك 7 8 اندات تحت بعض و 3 انبوتس وصل بقى بينهم واعمل ايه الشبكه العنكبوتيه بتاعتك. ده ال 3 8 ديكودر اللي هو موجود في السوق وليه رقم اللي هو 74138. ده الاي سي هاي الموجوده في السوق ليه 3 8 ده 3 8 وبرضه انا مش محتاج واحد مش هشتريه بس انا ممكن انفذ نفس الاوبريشن بتاعت الاي سي هاي دي باستخدام 2 من الاثنين فقط. ايه الحكمه ان بديك الارقام بتاعت الاي سي هات عشان ممكن اجيب لك في الامتحان السؤال مش 2 في 4 و 3 في 8 اقول لك انا عايز الاوبريشن بتاعت الاي سي 74138 تتنفذ 2 من 74 هو كده هي الامتحانات كلها تبقى كده في الديجيتال ده كل الدكاتره بتعمل كده على فكره. لا لازم لا لازم تفتح امتحان ديجيتال في اي امتحان في الجمهوريه هتلاقي كده لازم الاي سي هات تجيب الارقام ده لازم ده لازم تبقى متوقع حاجه زي كده الاي سي هات دي ده هي دي اللي بتنقص الدرجات. امال انا هنقصك ازاي؟ مش حافظ الاسئله اللي بتعرفها كل مره 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 هم كلهم كام اي سي اصلا؟ انت لما تيجي تشوف كام بوينت عندك مش هيبقوا مش هيبقوا 10 اي سي كل اللي عندك في المنهج ما يكملوش 10 اي سي. هو الاي سي ده بيعمل ده 3 في 8 انا اللي كان قبل كده اللي هو 74 42 ده 2 في 4 السؤال هيجي ازاي يا دكتور في حاجه زي كده يعني؟ خلي بالك 42 سلاك ازاي في حاجه زي كده؟ 3 في 8 ايه اللي ارسم لي ده؟ محدش واخد باله من الارقام دي؟ طب ال طب ال 2 في 4 صح؟ اه 74 42 وفي 74 24 برضه هو هو انا عايز الاليمنت الاوبريشن بتاعت الاي سي 74138 باستخدام 2 من ال 2 في 4 اللي هم 74/24 يعني باستخدام 2/4 عايز اوصل ل 3/8 فبعمل ايه؟ ادي 2/4 ده المفروض هيخرج واي نوت واي 1 واي 2 واي 3 وده بيكمل بقى الباقيين عايز تسميهم ارقام مختلفه يبقى واي 4 واي 5 واي 6 واي 7 نفس الامبوس هم هم مفيش اختلاف اكس نوت واكس 1 بس هو اللعب كله في طرف الانيبل لان انا ما عنديش اكتر من 3 انبوتس المفروض يدخلوا في الديكودر فادي 2 ثابتين هم هم الثالث اجيبه منين؟ الانيبل بقى مرة أخليه كده ومرة أخليه كده أو العكس مش هتفرق لو الأي سي سؤال بس هو الإنيبل كده كده موجود في الحالتين موجود تمام ولو حتى بستخدم أي سي واحدة بستخدمه طب ليه ما بقولش بقى إن إن الأي سي ده فيه 3 إنبوت مش 2 إنبوت بس طب ما لو 3 إنبوتس بس الخارج بتاع 4 ماشي بس اسمه 2 في 4 ليه يعني ليه هو اسمه لا 2 عشان ده بيخلي الأي سي دي أكتف أو نوت أكتف بس مش أكتر ما بيغيرش في المعادلات اللي خارجه يعني ما بيخرجش في الواحد اللي هتطلع عند واي نوت غيرها خليها عند واي واحد او عند واي اثنين هتفضل هي لما كل اللي داخل ده صفرين يبقى الواي نوت هي اللي اكتف ما بيغيرش في الاوبريشن فبيخلي بس الاي سي اكتف او نوت اكتف بس لو اتوصل بالشكل ده
يدخل معايا في حسابات. ليه؟ لان كده لو هو دلوقتي زيرو يعني انا مش موصل الفولت عليه خالص، فالاي سي دي كان داخل عليها هاي، يعني كان دي اكتف ودي نوت اكتف، فعندك دول مطلعين خارج لوحده. وبعد كده لما يبقى ده هاي هيبقى تحت هو الهاي وفوق له، فهيبقى اللي فوق اربع اصفار الاي باربع اصفار وتحت الاي باربع واحد. يعني تعالى كده للترو ستيبل، ادي الاكس نوت والاكس واحد بتوعنا هم دول عاديين جدا، اللي هو المفروض 0 1 0 1 0 1 2، بس دخل معاهم اي واي داش. فالاي في الاول انت مش مدخل حاجه، فبقى هاي على الاي سي اي دي، فيطلع لي الاربع احتمالات بتوع الخلف. وبعد كده فجاه تخلي ده هو الواحد، وبالتالي بقى هتكمل. مش هتفرق بقى لو انا خدت الاي داش او الاي هي اللي اطلع بيها الايكويشن في الاخر. بقى كده معاك ثلاثة اي متساويه، ادي الاكس رو وادي الاكس واحد، وبقى في دي اللي هي 0 1 0 1 0 1 2 4 اصفار 4 1. وصاب منها بقى في من واي 7 لواي نود. واي نود مش هتشتغل غير لما الاساس الاولاني تكون اكتف، يعني هتبقى في الاربعه الاولانيين ولازم يكون الاكس نوت والاكس واحد بصفار، يعني هي دي هتبقى اكتف والباقي اصفار. الواي واحد مش هتظهر غير لما الاساس الاولانيه هي اللي تبقى اكتف والاكس نوت عليها واحد والاكس واحد، يعني هتفضل ماشيه كده. بمجرد ما تدخل بقى صفر طفيت ده، فاذا مفيش خارج الواي نوت واي واحد واي اثنين واي ثلاثه طول الباقيين لحد الاربع حالات دول كلهم ما بيطلعش عليهم حاجه. امال الباقيين بيطلع فين؟ طبعا هنا هنا مش واي سبعه، المفروض ده هنا كده اخرنا واي ثلاثه، ده اخرنا اللي هم الاربع حاجات اللي تحت بعض. الباقي ده كله صفار لان دلوقتي ده داخل له زيرو، ده اللي اكتف. يبدا الواي 4 الاول تبقى اكتف، بعد كده الواي 5، بعد كده الواي 6، بعد كده الواي 7، يكمل. بس هو كده انا عملت ال 3 في 8 عن طريق ال 2 في 4 بايه؟ باللعب في طرف الانيبل بس مش اكتر. هو طرف الانيبل اللي هنا دخل كانبوت بقى ودخل معايا في الحساب. سهله؟ اه ده سؤال مضمون في الامتحان. ايه؟ سؤال مضبوط. انت بتعمل لي 3 في 8 ديكودر باستخدام 2 في 4. يعني هو صعب على الترم مثلا؟ تاني ادي 2 في 4 اهو، استخدمت 2 اي سيات، استخدمت 2 اي سي 2 في 4 عن طريق ان انا هوصل طرف الانيبل لبعض، بس انا مش هوصل دايركت الانيبل اللي فوق بالانيبل اللي تحت، لان لو عملت كده ابقى مشغل الاي سيتين دول في نفس الوقت، فده هيعمل لي مشكله في الاوتبوت. لكن هخلي واحده منهم اوف وواحده اون. فانا مثلا ممكن اخلي نوت في الاول وتحت هاي، على اساس انت لو ما دخلتش حاجه على طرف الانيبل يبقى كانه معتبر وكانه لو، ويبقى الاساسيه الاولانيه هاي في باي ديفولت واللي تحت لو، يبقى كانه اساسيه واحده مش شغاله. بدات تدخل سويتش تتحكم فيه، يبقى في الاول خليه زيرو وبعد كده خليه واحد. والله عايز تعكس تخلي النوت تحت مش مشكله، بس هتخلي اول مره الاساسيه الاولانيه هي اللي هاي وبعد كده تحولها لو. الاوبريشن بايدك تتحكم فيه زي ما انت عايز. كده كده الاساسيه المفروض داخل هنا انيبل المفروض. انا اتحكم بقى احط النوت براحتي فوق او تحت. لازم احطها عشان اتحكم في فصل او طفل، هتحكم ازاي نفس الواحده منهم؟ انا عايز اشغل اثنين بس مش مع بعض، مش نفس الوقت. انا عايز الخارج يطلع متتالي كده بالشكل ده. لو شغلت الاثنين في نفس الوقت ايه اللي هيحصل؟ يبقى لما ادخل اصفار، خلي بالك الاكس نوت هي الاكس نوت، يعني دي المفروض ان هي متوصله دي، والاكس واحد هي الاكس واحد. ما انا عايز اشغل اثنين مع بعض اصلا، اجيب واحده 3 8 خلاص. هنفترض على الوضع بتاعك لو عايز اشغلها كده، لو شغلت في نفس الوقت ايه اللي هيحصل؟ هنا الواي نوت هتطلع هاي، وهنا الواي 4 هتطلع هاي في نفس الوقت، طلع لك اثنين هاي في نفس الوقت، ما حققش شكل الديكودر اللي انت عايزه.
فما كانش ينفع ان انا اعمل كده، كان لازم اشغل واحده وافصل الثانيه في نفس الوقت، ومش هقعد بقى اشتغل سويتشات شغل دي افصل دي شغل دي افصل دي، هي النوت هتقوم بايه قصه السويتش. فده من 3 في 8 طلعنا 2 2 في 4. ارسم بقى اللوجيك ديجرام براحتك، يعني ايه ربنا يعينك فيها مش مشكله. طبعا لو انا عايز اجيب اللوجيك ديجرام برده نفس القصه، الواي نوت هتبقى اكتف فين؟ اكس نوت داش اكس 1 داش، يا اما تقول اي داش، ما هي هيك ما هي اسمها اي داش، الاي هتبقى اكتف امتى؟ عند الاي داش، يبقى اكس نوت داش اكس 1 داش اي داش. ده لو طلبت ارسم اللوجيك ديجرام، بعد تروح راسم بقى تكتب معادلات الواي نوت واي 1 لحد الواي 7 وبعد كده توصل بقى بيهم برضه بالانداد. الانداد. طيب انا قلت ان احنا في اوبريشن ثانيه ممكن تتعمل ب 2 في 4 اللي هي سي 2 في 4 ان انا اعمل فول ادر. طب الفول ادر اصلا بتعمل ازاي؟ ايه التروث تيبل بتاع الفول ادر عشان نفهمه؟ خلينا نقول ان انا عندي 3 انبوت. الخارج بيبقى حاجتين صم اوكي. طيب الصم اجمع ثلاث اصفار جمعها هيدي اصفار، صفر وصفر وواحد هيدي ايه؟ واحد وزيرو. صفر واحد زيرو واحد زيرو، صفر واحد واحد يدي صفر معناه واحد، واحد صفر صفر يبقى واحد ومعنا الزيرو، واحد صفر واحد يبقى الصفر معنا الواحد، واحد واحد صفر صفر, صفر معنا الواحد، واحد واحد ثلاث وحايد يبقى واحد ثلاثة واحد. ده الصم والكذا. بدل ما هرسمها كفانكشن باللوجيك ديجرام هطبقها بالايسيهاية اللي معايا. اطبق الايسيهاية ازاي؟ انا مش محتاج سوري بدل ما اعملها 2 في 4، طب ليه اعملها 2 في 2 في 4؟ خليها نكتب الاسهل بدل ما تبقى طويلة علينا على طول. نعقد نفسنا ليه ناخد 2 في 2 في 4؟ يعني نلم الاوتبوتس تبقى كبيرة، خدها بواحدة في 3 في 8 وخلاص. خلي 2 في 4 دي في الفاينل. لسه بيقول لي ما هي هي 3 في 8 هتشيلها وتحط البلوك ده. تاخد خارج ده، هي الفكرة كلها في توصيل الاوتبوت ده، مش الفكرة في شكل الانبوت خالص، شكل الانبوت واحد. فلما بقول لك حط 3 في 8 او 2 في 4 مش فارقه، ادي 3 في 8 دخله 3 اهو وخارجه ال 8. لو قلنا واحد صح؟ الانبوت بس اللي هو الاي وال هنا الانبوتس 3 انبوتس وفي اي كمان رابعه، بس ايه اعتبرها واحد. ده في ال 3 في 8. هنا ده شكل البلوك ده كده، ده الاكس نوت الاكس واحد والاي، دول الثلاثه اللي هم دول بس. فانت شيل ده وهتحط ده، اللي هنعمله هنا لما تيجي تفكوا الاثنين في 2 في 4 هتروح شايل البلوك ده وتحط مكانه الجزء ده. ايه بقى اللي بيتم جوه؟ الصم والكاري الاثنين هيجوا عن طريق اور مش اند. ليه هيجوا عن طريق اور؟ لان في اكتر من احتمال ان يطلع خارج بواحد. تعال بص على الصم كده في الراسي، في واحد اثنين ثلاثة أربعة، في أربع مرات ممكن يطلع واحد، قبل كده لا، الرأس كله بيطلعش غير مرة واحدة واحد، عشان كده اشتغلنا كله أندات بعد كده. إنما هنا في أربع احتمالات يبقى في أور. برضه الكاري نفس القصة، في واحد اثنين ثلاثة أربعة، في أربع احتمالات بيطلع واحد، ده في أور عندي. يعني مبدئيا عندي أور. طيب الاحتمال ده وده 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 بيطلعوا عند مين؟ بندور على حاجة اسمها الميد تيرمز أو الوحيد دي فين أصلا؟ الوحايد دي خلي بالك لو دخل ده على ديكودر فالمفروض ده بيبقى اكتف عند مين؟ عند واي نوت. يعني ده يشغل واي نوت وده هيشغل واي واحد وده هيبقى هاي عند واي اثنين وده هاي عند واي ثلاثه وده عند واي اربعه وده عند واي خمسه وده عند سته وده عند سبعه. بدل ما اقعد ارسم الوحايد يعني. ماشي. يبقى دي عند واي نوت بواحد ودي اللي عند واي واحد بواحد، كل سطر كده. فدي كده عندها مين؟ واي واحد. ودي عندها واي 2
ودي عندها واي 4 ودي عندها واي 7 نفس القصه هنا دي عندها واي 3 ودي عندها واي 5 واي 6 واي 7 وناخد الاوتبوت من عند ال ايه بقى الصم بتاعي عباره عن ايه السمشن بتاع الوحايد دي اللي هو الاور يعني اقدر اقول عليه واي 1 زائد واي 2 زائد واي 4 زائد واي 7 والكاري هيبقى واي 3 زائد 5 زائد 6 زائد 7 دي المعادله على طول بدل ما اقعد امثلها في كارنو كده ارسم سهله جدا بس لو انت استخدم كارنو ايه انت استخدمها يعني لو لما لقيت اسمك كده انا ما بستخدمهاش خالص حياتي انا بقعد ابسط المعادلات كلها رياضي ما بستخدمهاش خالص الصراحه ما بحبهاش وبغلط فيها عشان كده ما بحبهاش ما حدش بيحبها اصلا فادي الواي نوت ده تلاقي كل شغلي في الترم شغال انا المعادلات رياضي ما بشتغلش بكارنو كارنو نوصل لنفس النتيجه مفيش مشكله بتاخد بقى الخارج بتاع الكلام ده انا ما بمثلش اللوجيك ديجرام بقى من جوه الايسهاي شكلها ازاي والكلام ده الاندات احنا عدينا الاندات احنا بنستخدم الايسهاي على طول دي الاكس نوت والاكس واحد والاكس اثنين الخارج بقى عشان تطلع الصم لم واي واحد واي اثنين واي اربعه واي سبعه في اور يبقى ادي واي واحد وادي واي اثنين وادي واي اربعه وادي واي سبعه لمهم كده في اور الناتج ده هو الصم طب هتختار الباقي ازاي؟ انا كده حضرت ده جهاز والباقي مش داخل بقى على اور انا اللي انا لميتهم دول اي واحده فيهم بهاي كده خربت الصم الباقي مش واخده تيجي بقى على الكاري خد الواي 3 والخمسه والسته والسبعه خدهم على اور كده انت عملت فول ادر باي سهل واحده دي باي سهل اللي هي 3 في 8 عايز تعملها ب 2 في 4 يبقى كل اللي عليك انك هتشيل المربع ده وتستبدله بالجزء ده دول دول نفس الموضوع طب هو ينفع في الاتجاه بتاع كلها مشكله لما هاي الصم كله هاي يعني الصم كله هيطلع هاي ساعتها والكاي هيطلع هاي في نفس الوقت بعدها هنا عملت كل اللاينز اللي عملتها انا ماخد اور عشان مش فارقه معايا انا اي واحد بس بواحد خلاص يبقى يطلع هاي طب انا كده استفدت انا حققت بس المعادله الرياضيه بتاعت الصم والكاري بسهاية الديكودر بس حققت الايه اقدر اطلع نفس التروس تيبل بتاع الصم والكاري عن طريق اي سهاية الديكودر عايز تعملها 2 2 في 4 شيل البلوك ده بس كده وحط مكانه البلوك اللي مرسوم ده بالانيبل ده الاور عشان انا عندي اربع احتمالات او يعني الصم بيطلع واحد لما يبقى داخل 0 0 1 وبيطلع واحد لما 0 1 0 وبيطلع واحد لما 1 0 0 بيطلع واحد لما فعندي اكتر من احتمال ان يطلع الصم ليها قيمه بواحد فانا بروح بقى لما يبقى في اكتر من احتمال بلمها فوق لما بيبقى احتماله وحيد بس بحطها لقلب دكتور عمر طلب ان انا افسر التروست الاول وياك هو لما بتيجي تحولها الرسمه تبقى لازم تبقى عارف دي ايه اي ماشي انا فاهم كده اعملها كده ماشي خلاص اعملها بقى المفروض يعني تبقى تعملها كده ان الاول بطيء قوي تبقى ده كده الواي نوت الواي واحد الواي اثنين كده هتبقى مفهومه بالنسبه لي ان ده الميم تيرم بتاعتي يعني الواي نوت هي اللي هاي والباقي صفر هنا الواي واحد هي اللي هاي والباقي صفر هتبقى مفهومه بالنسبه لي كده دي اسمها الميم تيرم يعني ده بس الهاي والباقي لو انا افهمها كده مش لازم تروح عامل التروس تيبل الكبير جنبهم يعني عايز تعمله كتر خيرك طبعا بقول لك حاجه جيب كراسه من طيب ده كده 3 في 8 نبتدي بقى ندخل في اخر تطبيق عندنا اللي هو اكتر من 3 في 8 هتقول لي 4 في 16 اقول لك هو انا ما بستخدمش ال 4 في 16 بشكله كده انا بستخدم حاجه مشابهه لي 4 انبوتس بس الخارج ما باخدش 16 كلهم لو خدت 10 بس الواي نوت كده ما تستخدمهاش خالص فاهم طلعتش معايا ما اثرش معايا لا في الصم ولا في الكاري
لو خدت من 0 ل 9 بس يبقى انا كده خرجت 10 اول. ال 10 اول دول ديسيمال، يبقى انا دخلت باينري طلعت ديسيمال، تحويل من باينري لديسيمال. لو انا طلعت 8 او مش هنقول 8، لا ممكن اطلع ال 7 سيجمنت. انا ممكن اطلع من 0 ل 9 واطلع 8 حروف ونشوف الحروف دي بناء على الانبوتس اللي هتدخل معايا. فبرضو عن طريق ان يكون عندي 4 انبوتس بال 7 سيجمنت. انا ممكن اشتغل برضو 10 انبوتس عشان اطلع ارقام، واكتر من 10 لو هطلع حروف. فتعالوا نشوف كده الرسمه بتاعتي. لو عندي 4 انبوت ديكودر، السيل سيجمنت والتطبيق بتاع الاربعه ديكودر، في بعض الاسئله ممكن تجي لك بشكل مش زي ما انت متعود عليه. يعني احنا قلنا في الكونفرتر مثلا انا ممكن اديك ارقام في الانبوتس 1011 مثلا، ده رقم، وواحد تاني زيه برضو، واقول لك قارن مين اكبر مين اصغر وكده. وممكن اجيبها لك بشكل تاني مش ارقام، حاجه اسمها التايمنج ديجرام، اللي هو يبقى الرقم مثلا اللي هو A نوت و A واحد و A اتنين و A تلاتة، بدل ما هما موجودين واحد وصفر واحد واحد ارقام بيتس، يبقى لك مرسومه كده. وابقى محدد لك انت عارف دي لما تدقق فيها كده اول انترفل يبقى الاي نوت بزيرو، الاي واحد بزيرو، الاي اتنين بزيرو، الاي تلاته بزيرو، تاني انترفل زيرو زيرو واحد زيرو، بعد كده واحد زيرو واحد زيرو، هتبقى زيرو. هتحط زيرو. فهتبقى واحد زيرو واحد زيرو مثلا. ليه؟ عشان خاطر بس لما اجي ادي لك حاجه زي التروث تيبل، بدل ما تقعد ترسمه خلينا نكتفي بثلاثه بس ونرجع لثلاثه في 8 ديكودر. 3 في 8، 3 في 8 ده المفروض ادي ايه نوت؟ ايه واحد؟ ايه اتنين؟ انت عارف التروس تيبل بتاعك اصلا طبيعي. المفروض يبقى كده، والمفروض الاوتبوت هيطلع ازاي؟ بدل ما اقعد اكتبه بقى، الاوتبوت هنا هياكتف الواي نوت، هنا الواي واحد، هنا الواي اتنين، هنا الواي تلاته. عشان ما ناخدش وقت يعني. لما تجي لك رسمه زي دي معناها ان الانبوتس هنا في الانترفال الاولانيه صفر وصفر وصفر. ده الاي نوت، الاي واحد، الاي اتنين. الانبوت في تاني انترفال انت تظبطهم بقى كده. ده اول انترفال. تاني انترفال هيبقى زيرو وزيرو وواحد. ثالث انترفال عندي مثلا 1 و0 و1. الرابعه 1 و0 وبرضه 1. الخامسه 1 و0 و0 مثلا. نكتفي بدي دلوقتي. انا بترجم الرسمه ده دي الف بي لوجيك اصلا. انا ببص على الرسمه، انا الجدول ده مش معايا. انا الانبوتس مش جاي بتس، الانبوتس جاي مرسوم. عمال سيبنا عمالك تزيد هاي ورو هاي ورو اللي هي مكان البيتس. انت عمال تلعب في السويتشات فبتدي هاي ورو الاي نوت والاي واحد والاي اتنين. فخلال فتره زمنيه الهاي واللو بتاع اي نوت واي 1 واي 2 جم بالشكل ده. المطلوب انك انت عايز تشوف خارج الديكودر عند كل انترفال شكله عامل ازاي، مين هيبقى انهي واي اللي هتبقى اكتف. فانا بروح ماشي ازاي؟ انا معايا تروس تيبل انا حافظه المفروض على جنب اهو، بحطه على جنب الاول وبعد كده اقسم كل انترفال. هي جايه متقسمه بتبقى الداش دي موجوده. فبروح بصص على اول انترفال، دي كده صفر ودي صفر ودي كلها لو، السيجنال بتاعتي لو.
طب الثلاثه بقى لو ثلاث اصفار، ثلاث اصفار دي بقى الاكتف في الحته دي هيبقى الواي لوت. يبقى الواي لوت هي اللي هتبقى اكتف. ندور عليها في الستيبل. نيجي على الجزء الثاني، ده هيبقى زيرو وده لسه لو وده بقى هاي. واي 4 فين؟ 0 0 1 اهي. يبقى واي 4 هي اللي هتشتغل في الفتره اللي في النص. الفتره الثالثه اللي بعدها هيبقى 1 و0 1 هي والفتره اللي بعد كده فين؟ 1 و0 1 واي 5 يبقى هيفضل واي 5 واي 1 وهكذا بقى نفضل مكملين. يبقى هنا انا بقدر استنتج الخارج في كل انترفل مين اللي هيبقى هاي. هنا هيبقى في الجزء الاولاني واي نوت الهاي، اللمبه اللي هي اول واحده هتبقى هاي الهاي، بعد كده اللمبه الرابعه اللي هاي، بعد كده اللمبه الخامسه اللي هاي، تفضل الخامسه هاي شويه، بعد كده اخش على 1 0 1 تبقى واي 1 هي اللي هاي وهكذا. مش لازم يكون ترتيب طبعا، مش لازم. ما هنا بقى سجل عشوائي بقى عمال لمط ايد وتطفي باشكال معينه، فانا عايز اعرف مين اللمبه اللي بتيد وتطفي معايا فبحددها بناء على الرسم وطبعا بمعرفه التروس ليمت. فدي تبقى برضو معلومه مهمه بالنسبه لك عشان لو جات لك مرسومه ما تحتاجش. ماشي. بدل ما اديها لك ارقام او اديها لك ايه بالشكل ده، او ممكن اديها لك بشكل تاني اللي هو يبقى الشكل اسهل شويه. اقول لك مثلا الديكودرز ده دخلنا عليه البيتس بالاشكال دي مثلا 0 0 0 بعد كده 0 1 0 1 1 0 1 0 1 مثلا بالتتابع ده، فايه اللي الدات اللي هتنور بالتتابع؟ فانت هتروح باصص دي كده واي نوت اللي هتنور او 0 1 0 ده واي 2 اللي هتنور 1 1 0 اه واي 6 اللي هتنور 1 0 1 دي هتبقى واي 5 بالتتابع كده بنفس التتابع انهي الات اللي هتنور. فانت تقول لي بقى بالترتيب انهي الات اللي هتنور ده بالتايمنج ديجرام او تبقى جايه بارقام على طول من ترو ستيت. بس هي التايمنج ديجرام بقى بياخد وقت شويه انك انت تقعد تمسك الانترفلز دي وتشوف الايه تحولهم لبيتس وبعد كده ترجع تقارن من جديد. ده لو جيت شكل التايمنج ديجرام. اللي هو خارج من 0 ل 9 فبالتالي الديكودر ده مش هيكفيه 3 انبوت انما هيحتاج انبوت رابع. فا اكس لوت اكس 1 اكس 2 اكس 3 بس الخارج بتاعي من 0 ل 9 بس يعني من واي لوت لواي 9. سوري واي 8 ما في لا ما في ديسيمال ايه؟ في لوت ديسيمال 10 ارقام ده من 0 ل 9 من 0 ل 9 ده اللي هظهر وبرضه اللي هعمله على السيمنت سيجمنت كده من 0 ل 9 دكتور هو ايه بي سي دي؟ بي سي دي خسر لي ايه؟ باينري كودد ديسيمنت باينري ارقام باينري من باينري لديسيمنت والباقي الاسفار والباقي هيبقى مش موجود خالص مش هستغل النقط من 10 ل 15 مش موجودين. الاي حتى دي بتستنى اصلا ما فيهاش رجول زياده هي 10 رجول الاول 10 رجول زي متهيألي انا مش كاتب رقمها عندي لا ما كاتبها برضه بس مش هحتاجها اللي هو 74 42 تنفع برضه 74 42 بس دي 8 او 42 لا 74 دي 4 اول 74 24 لا اول واحده 74 24 بعد كده 74 38 138 ايوه وبعد كده 74 42 لا هي تبقى 24 عشان هو بيبداها 2 4 3 8 مش شاكر مش هدي حاجه دي 7 4 4 2 بس دي مش هستخدمها دي مشكلتها ان هي اكتف لو اصلا اكتف لو يعني ايه؟ يعني هي كده كده اصلا الحسبه هتلاقيها متلخبطه يعني مش بتخرج هاي عند الواي نوت ده بتخرج لو عند الواي نوت عكس فهتلاقي التروس تيبل بتاعك طالع كله وحايد ما عدا الواي نوت يطلع صفر. الناحيه الثانيه رقم هتلاقي الاصفار هي اللي طالعه مش الوحايد باخدها على النقطه ما هي سيبها زي ما هي انت بتبقى عارف ان الليده اللي هتطفي دي هي دي الاكتف بس هي 74 42 ده بتاع ايه؟
ده اللي هو الأربعة اللي هو تسرق اللي بيحاول يسرق. بس انا مش عايز مش هتفاعل مش هاخد الابلكيشن دي دلوقتي. 24 ده 2 في 4. انا الابلكيشن المهم عندي اللي هو من 4 بت يشغل 7 7 هو ده المهم. لان هو ده الاي سي هاي اللي انت هتشتغل بيها. كام بقى؟ هو في اي سي تين 74 47 و 74 48. ال 74 47 بيجي معاها كومن انود 7 7 وال 74 48 بيجي معاها كومن كاثود. فانت اهم حاجه اختيارك ليه 7 7 مع الاي سي الاثنين نفس الرجول نفس الشكل بس واحده كومن انود واحده كومن كاثود. اللي معناه اللي معناه اخر شوط انا فاهم انت بتجيب ال 7 6 كومن انود ولا كومن كاثود كده كانت معانا احنا هنجرب فريقها ولا ايه من ده. طيب ال 7 6 شكلها ازاي؟ 9 اي سي. طب ده انا حتى 9 يا سلام مش هنسوى ده. بطل راجي بقى عشان نشوف الاوبريشن هنا. الاوبريشن هنا غير الكودر العادي. يعني هنا مفيش خارج واحد بس اللي بيبقى هاي. لا بيبقى على حسب طبعا نفس القصة عندي اكس رود اكس واحد اكس اثنين اكس ثلاثة. الاي سي هاي دي المفروض ان هي اربعة انبوت والدي كمان كسر والاوتبوت من A لحد G. طبعا الترتيب مختلف بيبقى حسب الرجول في الداتا شيت مش ورا بعض كده بيبقى ارقام الرجول مختلفه. انا بوصل بقى مع ال 7 سيجمنت الحاجات دي طبعا بمقاومات كل واحده ليها مقاومه تخش عليها. انا حضرتك الرسمه في اللي هي الرسمة البي دي اف ويمكن نحط بس تكبره شوية هتلاقيه بهتان بس هتلاقي مقاومات تبان 470 حاجة زي كده. في رسمة تانية كانت شغالة على 220 وفي رسمة تالتة شغالة على 230 على حسب. بس يعني الرسمة اللي في الفيديو تقريبا شغالة على 470. وادي الانبوتس بتاعتك اللي عليها الأربعة سويتش. طبعا لو معاك 8 شغل 4 منهم مش مشكلة. هاجي بقى انور الحروف والارقام ازاي. الشغل الاساسي بتاعك ان انت عايز تنور من 0 ل 9. فطبعا التروس تيبل بتاعك عادي 0 1 0 1 بس المفروض ان هو يكمل 6 كومون ارض بس انا هكتفي لحد بس من 0 9. الخط دي بقى بيبقى على صوره ايه وبي ده الاوتبوت للاطراف الاوتبوت مش واي نوت واي واحد واي اثنين اللي هي زي يعني واي نوت واي واحد واي اثنين. بس بقى الفرق هنا ان مش طرف واحد بس اللي بينور عند الهيموت ده الاي سي هاي دي من جوه. طبعا انت تقدر تحط التروس تيبل وتعدله وتطلع اللوجيك دايجرام يبقى هي دي الانترنال سيركت بتاعت الاي سي هاي من جوه عشان تعرف هي جت ازاي. فتبقى مين اللي بينور الايه اللي بينور A و B و F و E و C و D ما عدا الـ A اللي هو الشكل ده يعني ما عدا الـ G ما عدا الـ G عشان الـ 0 كله ما عدا الـ G تمام. بقى كله هينور ما عدا مين؟ لا عدا الـ A صح كده عدا الـ D؟ صح ليه ليه ايه اساسا احنا بنفرق على الـ G انا لو بتكلم انا عايز ايه يطلع عايز ايه عايز ايه يطلع ما بقولش عايز زيرو. انا هتكلم دلوقتي عن الزيرو بتكلم بقول ان هو عايز ايه يطلع ايه اللي هيحصل كله ينور ما عدا دي عايز بي يطلع كله ينور لا هو البي كابتن ما بتطلعش هنا على فكره
البيس مول اللي ما بتنفع البيس مول اللي بتنفع مش البي كابتن فالاي والبي اللي ما بيطلعوش بس الكلام ده بيحصل قصاد مين بقى لا ده قصاد من بعد بعد التسعة من بعد من زيرو التسعة انزل بقى على الصف العاشر يبتدي الايهات والبيهات الحروف انما قبل كده ارقام بس اللي بتطلع يعني من صفر لتسعة اول عشر صفوف بيطلع ارقام بتلاقي من الصف ال11 يبتدي يطلع الحروف بتاعته فالارقام دي كلها في الايسيهية دي مش بتحققها هنا حققها تحت بس احنا فهمنا فكرتها مين اللي هينور منها في ايسيهات تانية بتشتغل conditions يعني ايه conditions يجي يقول لك لو ال n لو عدد الصفوف بتاعتك من 0 ل 2 ايه اللي بتنور ولو ال n من 3 ل 5 بي بتنور ده معناه ايه ده معناه 0 و1 و2 يعني اول 3 صفوف كلها ال n منوره فيها فال n منوره يعني كله شغال ما عدا ال d تلاقي دي مصفره في اول 3 صفوف وبعد كده خش على 3 4 5 3 صفوف التانيين تلاقي البي هي اللي شغاله دي كونديشن تاني في ايسيهات تانية في ايسيهات كتير تقدر تتحكم فيها الايسيهات بتاعتنا دي بتشتغل من 0 ل 9 ارقام الاول فمن 0 انا عايز اطلع صفر صفر اهو يبقى كله منور ما عدا الجي ده كده يدي صفر عايز اطلع واحد واحد بقى اخر ما حدش يقول لي اف وايه لو بي وسي بيجي من ناحيه اليمين طيب البي والسي هما اللي منورين والباقي مطفي عايز انور الاثنين الاثنين الاي والبي والاي وال اي جي اي دي اي بي جي اي سي اي دي 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 ثلاثة كلهم عدد الاف والاي عشان اعمل دروس كده ما عدا الاف والاي تمام الثلاثة تبقى الاف والاي مش معانا احنا دخلنا في رقم 5 دلوقتي الاربعة كلهم عدا الاي والدي والاي كمان الاي والدي والاي كمان الاي والدي والاي والدي والدي الخمسه دي ولا الاضواء الاي والاف عدد هم لايف الستة عندي كلهم على الستة بيقراها كده ولا بيقراها كده مش عارف بيقراها كده بيه بس بيقرا الجزء اللي فوق معاك عشان لو عشان مش كريم بيه بس هي ما بتظهرش والله بس هذا اللي رخوة السبعة يعني الـ A والـ B والـ C بس اللي ظاهرين الـ A والـ B والـ C ما بحب أعمل الشرح والـ G كمان لا 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 ده يعني عندنا احنا اللي بنعملها راجل هو بيقرا كده حلو قوي الثمانية طبعا كله شغال كاش من نص لمبه ايوه واخر حاجه بقى التسعة الايه بس الايه بس الايه بس هو عايز بس ما فيش الحته دي ماشي كده ايه ما كده هيقرا جي هيميزها ازاي عن الجي لو حاطه دي فما بيحطهاش عملها هو في جي يعني كده هو في جي في جي بعد ده اخرنا ايه هو في جي اخرنا ليه اخرنا اف نطلعها بقى كان البي سمول شغاله والاف ما بتطلعش جي النمبر اخرنا يعني عندي 19 يا عم بتبقى لا بتطلع طب انا عندي يبقى انا عندي الاي ما بتطلعش عندي 19 دخلت على نص نمبر ولا احنا ما طلعناش 9 ده بعد كده يخش الرموز بقى يطلع لك الاي فالاي بتطلع يبقى الدي هي المطفيه والباقي يطلع كده طلع ايه صح يطلع ايه يطلع البي سمول يطلع سي كابتن يطلع سي سمول
التوصيله معاك الداتا جي انا شلت لك الرسمه وكل حاجه موجوده معايا احنا شغل 09 بس عشان 09 المطلوب منك في العملي انك انت هتعرض على ال 7 سيجمنت 09 فقط لا غير 09 بس استخدام الديكودر خلاص ده بالنسبه لنا كل شغل الديكودر المره الجايه هناخد الانكودر بقى